وكبير وعشان عجوز. ماذا يعني انجاز التعبير الروشته، بلاش النصيحه عشان كلامنا ما يبقاش تقيل على القلب. ايه اللي الحكومه تعمله مع عشرات ومبيئات المباني؟ احنا هنسيب مثلا مجلس الشعب، هنسيب مجلس الوزراء، الشارع الاصلي عينه هيفضى. الحكومه تعمل ايه في مثل هذه المباني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القاهره، القاهره القديمه، القاهره القديمه، القاهره القديمه محفوره جوه قلوبنا. ونيل القاهره لا يمكن واحد مصري على قيد الحياه النهارده مش بيغمض يلاقي نيل القاهره في ذاكرته وفي تصوره. القاهره القديمه دي شيء عزيز علينا جدا جدا جدا، وما كناش نسيب القاهره نموت ونسيب القاهره اجمل واجمل واجمل، يبقى احنا ما عملناش حاجه ودمرنا زي ما قبلنا الناس دمروا. الوزارات والهيئات والمناطق اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، انا اتخيل وارجو واوصي ان تكون القاهره القديمه متحف مفتوح. متحف مفتوح، يعني القصور التي تم الاستيلاء عليها او شغلها او وجود فيها مدارس ووزارات وهيئات وارشيفات على طول 60 سنة، ترجع تاني لرونق القاهرة. القاهرة التي تم تصميم وسطها مثل باريس، والذي صمم وسط القاهرة هو اللي صمم الشانزليزيه. القاهرة مصر بوتقة حضارات العالم، والقاهرة في قلب مصر، والمواطن العادي المواطن المصري العادي جدا بيقول على القاهرة مصر. طب مباشرة عايز الحكومة تترجم الكلام ده ازاي؟ تعمل ايه؟ تترجمه يعني؟ انها كل شيء يخلى، بعض المساكن، بعض الأبنية تبقى منطقة خلفية بسيطة لبعض الوزارات اللي هتتنقل للعاصمة الإدارية الجديدة، والباقي يسلم لوزارة الآثار لكي يكون متاحف وترجع تاني للرونق. بلاش بقى الترميم والدهان الحائطي البسيط، لا ترجع القصر قصر. زي لك مثال، انا عندي اربع مباني في ميدان العباسيه لوزاره الماليه، عامل بيهم اثار ايه؟ دي عمارات. عمارات يتم استثمارها استثمار جيد، يجيبوا خبراء استثمار ويشوف افضل توصيف لعمارات. عمارات يعني استثمار. انما قصور لا، ما احنا عايزين نحدد، ما هو مش كل الابنيه قصور. ما انا بقول لحضرتك اهوت، ما انا عشان كده فرقت فرقت بين الاثنين، وبعد عندي قصور وعندي ابنيه. ابنيه تبقى مناطق خلفيه للوزارات للاعمال البسيطه التي لا يشغلها سوى موظفين قليلين، بحيث القاهره تفرغ مره تانية. يعني القاهره تخطيطها، انا لسه هنتكلم عن التخطيط بعد كده في السؤال بعد كده، انما بتكلم على العمارات زيها زي اي عمارات اداريه يتم استغلالها افضل استغلال للوزارات التابعه. قصور تسلم لوزاره الثقافه مره تانية ويعاد توظيفها لكي تكون قصور، ومتاحف للزعماء المصريين وما اكثر زعمائنا التي اتغطى عليهم التراب خلال السنين اللي فاتوا. هروح لدكتور محمد.